سيارة غير عادية بسرعة غير عادية. تعد السرعة أحد المحفزات الأساسية للإبداع في السيارات، وتتمحور السيارات الخارقة بشكل كبير حول السرعة والسباق إلى المستقبل وترك الماضي نهائياً. لكن عددا من السيارات الخارقة يمتلك إرثا لا يضاهى في كل تصميم وإبداعا يعرفها بحق، وإحدى نجمات السرعة هذه تحتاج إلى تقاليد عمرها عقود من السرعة والأداء لتصبح شارة فخر لها. الدمج بين التصميم الكلاسيكي وعلم السباقات المنفرد The Dunker Vort D8 GTO التي تتقدم الإبداع في السيارات. بدأت الشركة أعمالها عام 78 على يد راعي العائلة يوب دانكر فورت، ويستمد هذا الخط إلهامه من الماضي، لكنه يتطلع إلى المستقبل مع محرك غاية في القوة. ومن البدايات المتواضعة تعمل عائلة دانكر فورت الآن معاً في هذا المجال. يوب دانكر فورت يشرح تقاليد العائلة في صناعة السيارات. بدأنا عام 1978، وكنت في ذلك الوقت من عشاق لوتس 7، وفي الواقع ما سترونه مستوحى في كثير من جوانبه من لوتس 7. أردنا صنع سيارة غاية في النقاء والقوة، وهذا في الحقيقة ما دفعنا إلى اختيار الأسد. إنه نموذج كبير للتصميم، أسد على وشك الانقضاض. يقول دانكر فورت إنه استمد الإلهام من طراز لوتس 7 الذي صنع أساساً عام 57. هذا الهيكل الطويل الرفيع مبني على ذلك التصميم الخالد، لكن اللوتس 7 لم تحمل قوة مثل خليفتها الحديثة الدي 8 جي تي او. بعد 5 سنوات من العمل على صنعها أصبحت السيارة الخارقة الجديدة جاهزة. هذه السرعة والتسارع المبهران يعودان إلى نسبة قوة السرعة إلى معدل الوزن التي تبلغ أقل من 2. يجمع هذا الهيكل الهجين بين قوة الوزن الخفيف لألياف الكربون ومقاومة الأنبوب المعدني. هذا التوازن الدقيق للمواد يقلل من إجمالي وزن الهيكل، إذ لا يتجاوز 54 كيلوغراماً. هذا التصميم يجعلها سيارة أكثر كفاءة وأقل إضراراً بالبيئة، وهذه السيارة النحيلة تقلل من انبعاثات الكربون التي كانت تصدر عن التصميم السابق وتبلغ 190 جراماً في الكيلومتر إلى 168 جراماً للكيلومتر. دينيس دانكر فورت يشرح ميزاتها الأساسية. تكمن إثارة قيادة سيارة دانكر فورت في نقائها، فالسيارة خفيفة جداً، ونحن لا نستخدم أي معدات كهربائية مثل التوجيه الكهربائي والمكابح الكهربائية وغيرها، لذا فإنك تشعر بالطريق فعلاً وتشعر بالسيارة. وأعتقد أن أكبر تغيير على الإطلاق يكمن في وضع الأجزاء المصنوعة من ألياف الكربون في سيارتنا، مما يعني أن السيارة أكثر قوة وصلابة. ولأنها لا تستخدم فيها تجهيزات كهربائية، فليس لديها تلك الأجهزة التي تغير من شعورك، فتشعر وكأنك ترتدي السيارة ولا تجلس فيها فقط. إنها سيارة مدهشة وغريبة. في داخل السيارة التنجيد المخصص يعد واحداً من الميزات الداخلية القليلة، إلى جانب لوحة العدادات المصنوعة من ألياف الكربون وأجهزة التحكم المستوحاة من صناعة الطيران. هذا التصميم البسيط لداخل السيارة لا يعكس قوة محركها، فهي تحتوي على محرك بسعة 2.5 لتر وخمسة إسطوانات وبقوة 380 حصاناً وعزم يصل إلى 475 نيوتن متر. ومع كل تلك القوة في المحرك يمكن أن تصل سيارة دي 8 جي تي او إلى سرعات تبلغ 270 كيلومترا في الساعة. يمكنها الانطلاق من الصفر إلى 200 كيلومتر خلال 8.6 ثواني. وبهذه المواصفات الباهرة تشارك سيارة دانكر فورت على مسار سباق نيربرغرينغ الشهير بأسرع سيارات العالم. تعزز سيارة دي 8 جي تي او تراثا من قوة السباقات والتصميم الفريد، وتعمل شركة دانكر فورت باستمرار على تطوير موديلاتها، وتعمل ضمن عالم السيارات عالي التنافسية على المدى الطويل.